وي انا تبعت ستارتات اخرى. صافي انا ندور عندك المهم. يا مشاهدي قناة شوف تيفي، مساء الخير عليكم. تحية طيبة. في هذه اللحظات السلطات المحلية كتقوم بواحد الحملة واسعة لإغلاق المحلات التجارية والمقاهي المخالفة. إذن أي واحد ضبطوه مخالف كيتاخدوا معه الإجراءات القانونية. معنا باش تشوفوا شنو واقع. تحية كبيرة للسلطات المحلية اللي كيقوموا بواحد الدور كبير كيستحقوا التقدير والاحترام لهذا الرجال اللي صراحة الله كانوا واقفين طيلة أيام كوفيد 19. فالله يخليكم نساعدوهم.
إذا نذكر مشاهدي قناة شوف تيفي اللي عاد التحقوا بنا أن السلطات المحلية كتقوم في هذه الأثناء بحملات لإغلاق المتاجر التجارية والمقاهي المخالفة.